تحيتنا الصباحية من وديها لعندكم وين ما كنتوا عم بتابعونا عم تسمعونا من إذاعة صوت المحبة عم بتشوفونا من خلال شاشة تلفزيون المحبة بهالوقت المباشر وبفقراتنا العديدة والمنوعة ومن برنامجنا هوينا هويك دايما منحاول قد ما بنقدر نوصل معلومات إضافية نضوي على مواضيع مهمة وبتمس كل حدا منا لأنه نحن اليوم طالما موجودين بالحياة طالما عم نتفاعل مع بعضنا البعض وكل شيء بيكون عم يعنينا كلنا بأجزاء بتختلف أو بدرجات بتختلف من إنسان لإنسان. نحن اليوم قد ما بنتعلم قد ما بنجتاز حواجز ومخاوف ممكن تكون عم بتراودنا بكتير من الأحيان. دايما الإنسان عدو ما يجهل وتنصير نعرف أكتر بدنا نصير بعلاقات يمكن أو بتواصل دايم مع كل اللي حوالينا وقد ما بنقدر خلينا نغرف من كل شيء جديد عم بيوصل دايما ليكون خير لقلنا مش ناخد الجديد كيف ما كان بالعكس ننتقل اللي بيناسبنا واللي بيكون دايما لمصلحتنا ولخيرنا. إيماننا أساس وهيك اتكلنا على الله وتدبيره وعنايته حتى ترافقنا بكل خطوة ممكن نخطيها بمشوار حياتنا. هيدي يمكن نقطة القوة اللي بتخلينا نكمل دايما لقدام ونشوف الأشياء رغم صعوبتها حلوة وعم بتكبرنا وكل هالاختبارات اللي عم نجتازها بتكون دايما لتنمي فينا الإنسانية أكتر لتنمي فينا الحس الاجتماعي اللي بيخلينا نتفاعل ونشارك الآخرين بكل اللي عم يقطعهم فيه. نحن ببداية حلقتنا رح نضوي على الجزء من المشاكل النفسية اللي بدنا نحكي عنها اليوم النفسية الحركية ودايما روكسان شبير الاختصاصية بالعلاج النفسي الحركي رح تفيدنا بكل هذه المعلومات والتفاصيل اليوم حول كل يعني ما يتصل بهذه المشكلة اللي ممكن تواجهنا اليوم بالحياة وأكتر شيء منشوفه عند الأولاد. هيدا الموضوع شائع عند الأطفال واليوم كمعالجة نفسية حركية نفسي حركة بسيكوموتريسيان هيك بنعرف أكتر نحكي عن هيدا الموضوع ونشرح شو يعني النفسي حركة شو هيدا المشكلة اللي بتصادف أولادنا اليوم. أوكي أول شي بونجور لأليك ومرسي على استضافتك لألي ببرنامجيك وأكيد مرسي لتشاريتي تي في كمان. تنبلش كديفينيسيون أو شو هي العلاج النفسي الحركة. العلاج النفسي الحركة هو اختصاص باراميديكال مرافق لكل شيء اختصاص أو اختصاصات طبية. هو بياخد نمط وقائي نمط علاجي ونمط تأهيلي. منكون عم نشتغل مع أعمار مختلفة منبلش مع الأولاد من عمر كتير صغير حتى منوصل للعمر الكبير حتى كمان في كتير دي بسيكوموتريسيان هلأ بلبنان مش كتير موجودة بس برا عم بيكونوا عم يشتغلوا مع الجرياتري اللي هن الأعمار الكبيرة. بتمتد على كل المراحل يعني دايما منفكر بالولاد ولا مرة بيجي على راسنا انه ممكن ترافقي مسن صح. لا بلبنان بعد مش كتير موجودة بس ديجا نحن بالجامعة منقطع بستاج بالميزون دو ربو بالمقاوي دونك عم ناخد اكسبرينس بهالموضوع بس بعد مش كتير معروف. نعم تنشوف يعني كيف بتبلشوا يعني كيف هيك المقاربة من البداية لتقدروا تشخصوا حالي أو لتكونوا عم تتعاطوا مع أطفال أو حتى من مختلف الأعمار شو اللي بيدعي؟ أوكي هلأ نحنا كبسيكوموتريسيتي عنا ميلتين اللي هي إدوكاسيون بسيكوموتريس والدبيستاج والريدوكاسيون بسيكوموتريس. إدوكاسيون بسيكوموتريس اللي هي بتكون البسيكوموتريسيان أو المعالجة موجودة بالمدارس بالمدرسة الأوردينير إذا بدي أقول معنا أنا ما كتير بحبها هيدا الكلمة. شو يعني أوردينير؟ الكلاس اللي فيها أولاد ما عندهم مشاكل 100% ما عنا صعوبات تعلمية أو هانديكاب معين بتكون موجودة بالكلاس ماترنال بصفوف الروضة بتكون عم تعمل جلسات ان جروب
أولاد تقريبا 10 أو 15 ولد بيكون معه مرة بالجمعة أو مرتين بالجمعة مرافقة لبرنامج الكلاس صفوف الروضة، بتكون عم تتناسق بين المعلمات شو بمعقول كيف يوصلوا النوسيون بطريقة مناسبة، وبنفس الوقت بيقدروا يشوفوا مين من الأولاد اللي عنده تأخر بالنسبة للمهارات الحسية حركية، فإذا بيعملوا أورينتاسيون لبرا لكلينيك أو مستوصف كون عم نعمل تقييم للولد. كمان بصفوف الكبيرة فيها تكون بالديبيستاج اللي هي بتكون منحس في ولاد عنده ولد عنده تأخر بالنسبة لرفقاته، كمان ندعي الأهل نعمل اجتماع معهم ومنكون عم نحول لمعالجة نطق، معالجة حس حركة أو معالجة نفسية كمان برات المدرسة. هيدي كل شيء ديبيستاج وإدوكاسيون. أما الريدوكاسيون هو العلاج وإعادة التأهيل اللي بتصير بالكلينيك بالمستوصفات أو بالسنتر المدارس السبيسياليزي المسنترات المختصة للريدوكاسيون. بيكون الولد عم يتاخد مرة أو مرتين بالجمعة لنكون عم نشتغل معه على مهارات حسية حركية. يعني أكتر شغلكم بالمدارس المتخصصة أكثر من المدارس الأوردينار اللي ذكرتيها بالبداية. 100% هلا أكثر شوي شوي عم بتصير بالمدارس العادة في عم بيكون إلنا دور، لأنه عم نحاول نكون عم نشتغل على دمج الأولاد اللي عندهم صعوبات تيكونوا عم يتأقلموا أكثر بالمجتمع، وكمان أونيفو أكاديميك كل شيء خصو بالصعيد التعليمي. هل الأولاد اللي عندهم فرط بالحركة هن بالضرورة يكون عندهم صعوبات تعلمية؟ هلا هي الـ ADHD أو الولاد اللي عندهم فرط بالحركة منقلهم إيبر أكتيف، نحن بيرافقهم صعوبات معينة على صعيد البسيكوموتريسيتي، بنعمل تقييم لأنه كل ولد عنده شيء يعني سبيسيال عن التاني، مش كل الولاد مثل بعضه، أصابيعنا مش كلها بتشبه بعضه، فنحن تنعرف شو المشكلة عند الولد بنعمل تقييم، وعلى صعيد هذا التقييم نقدر نعرف شو المشكلة الموجودة عند الولد وعلى أي أساس شو الأهداف اللي بدنا نشتغله على صعيد الحس الحركي. يعني مش بالضرورة ولا مرة يكون عنده فرط حركي وممكن يكون عنده مشاكل، لأن منشوف ولاد كتير إيبر أكتيف بس كتير قادرين يعطوا بمدارسهم 100%. بيكون عندهم هيدول كيف بيتم التعاطي معهم؟ بيكون عندهم كتير قدرات. هلأ في يكون نحن عنا قدرات بس بحاجة عن بارالل لترابي لعلاج، أو في منهم بيكونوا حاجة لبريز ميديكامنتوز دونك لدواء، حسب هذا الشيء بقرروا النوروبيدياتر أو البسيكياتر. نحن ما منفوت بكل شيء خصو بالدواء، وإذا حسينا أنه نحن بحاجة لترابي بسيكوموتريس أو أورتوفونيك أو حتى بسيكولوجيك، لأنه كمان العلاج النفسي كتير مهم، بنكون عم ندعم هيدا الولد لأنه بيكون عنده قدرات منيحة بس فرط الحركة عنده عم بأثر على هيدا القدرات. شغلكم اليوم كفريق يعني ذكرتي معالجة النطق، ذكرتي المعالجة النفسية والنفسي حركة، بعد في حدا إضافة بيكون معكم؟ نعم، نحن معالجة النفسية، معالجة النطق، كمان أكيد كل شيء تيم ميديكال، إذا نحن حسب كل ولد إذا في دواء معين بيكون عم بياخده، إذا كمان فيزيوتيرابيوت إذا عم نكون عم نشتغل مع ولد عنده مشاكل موتريس بحاجة لفيزيوتيرابيوت، أو بارالل أكيد كل شيء إدوكاتيف المعلمات وكل شيء أسيستانت سوسيال، لأنه إيد لوحدة ما بتزقف، فنحن إذا يعني بناخد من خبرات بعد ما بنقدر نكون عم نساعد الولد، وبالنهاية نحن عم نشتغل en faveur de l'enfant، تنساعد الولد لمصلحته. شو دور الأهل اليوم كمان معكم إلى جانبكم بيتدربوا معكم بياخدوا كل الإرشادات والتفاصيل ليكونوا عم بيتابعوا هن بدورهم أولادهم؟ الأهل هن أنا بالنسبة إلي لهم دور كتير مهم بالتيرابي، إذا عم نحكي كريدوكاسيون بسيكوموتريس أو حيا لتيرابي كان ابنهم عم يتلقيها، الأهل هن بيرافقوا الولد عطول، نحن منشوف الولد بالتيرابي مرة
بالجمعة اللي هي نص ساعة 40 دقيقة مرتين بالجمعة ماكسيموم. إنه الأهل هن اللي عم بيتابعوا الولد إن كان عم يعملوا الكونتاكت مع المدرسة بالبيت بالمجتمع. عطول الأهل عندهم فكرة الولد الإيديال، إنه أنا عندي ابني بده يكون إيديال، أحسن شيء، أذكى واحد، أشطر واحد. في كتير أهل أول شيء صعبة عليهم إنه يكونوا عم يتقبلوا الصعوبة اللي موجودة عند ابنهم أو بنتهم. هذا شيء كتير طبيعي لأنه بيحطوا ذنب على حالهم أول شيء. دونك أول شيء شغلنا معهم كمعالجين إنه نكون عم نبسط الأمور، نكون عم نتقبل الواقع، ما نحط اللوم على حدا، لأنه بشغل إنه نحط اللوم على حدا أو بمحل إنه نحط الذنب ما رح يكون في تقدم للولد. هدفنا إنه نكون عم نشتغل. منكون أنا كتيرابي، منكون في أوقات في جيدانس للأهل كيف يتعاملوا مع الولد بالبيت، كيف يرفقونا بالأكتيفيتيات اللي عم نعملون، في بوينتس معينين، في ريكومانداسيون إرشادات بنعطيها للأهل كيف يكونوا عم بيرفقون خاصة بالدراسة بالبيت بالتعامل معهم. هذا شيء كتير بيساعدنا وكتير منلاقي فرق وقت يكون عم الأهل كتير عم يشتغلوا بالبيت، كتير بيكون واضح هذا الشيء بالتيرابي. يعني بقلهم للأهل ممكن يصادف أهل ما يتجاوبوا معكم يعني أكيد. والحالة ترجع لورا ويكون في إهمال ولا مبالات وحتى تلكؤ ببعض الواجبات. أكيد، وهذا الشيء يعني بيكون الأهل كتير بعد ما تقبلوا الوضع، فما بيأثر يمكن 100% على الولد، بس أكيد له تأثير على الولد. في كتير أهل بيوقفوا التيرابي بقنعوا حالهم أنا خلص ابني ما باشي مشي حاله، أنا تناعت خلص تحسن، أو دغري وقت يلاقوا إيفوليسيون سريعة خلص بدنا نوقف. مع أنه هي التيرابي بتكون لأشهر. نعم، يعني اليوم قديش ممكن تكون فترة العلاج؟ المينيموم والماكسيموم يعني أوكي. كحد أدنى وحد أقصى. نحن أول شيء بيكون لقائنا مع الأهل، منكون عم نعمل انترتيان اللي هو نتعرف على الأهل، ناخد كل المعلومات اللي بتخصهم وبتخص الولد تنعرف أكتر ديناميك فاميليال، إذا في شيء طبي عند الولد، كل المعلومات تنعرف نحنا مع مين بدنا نشتغل. من بعدها بنعمل التقييم، التقييم اللي بيكون هو 3 أو 4 جلسات، كل جلسة بتروح تقريبا حوالي 30 لـ40 دقيقة حسب قدرة الولد قد قدر يركز بالجلسة معنا. من بعد هالتقييم بنكون نحنا معنا معلومات صار شو القدرات الموجودة عند الولد وشو في أهداف بدنا نكون عم نقويهم عند الولد إذا في داعي للشغل أو لا. تقييم هو بيكون مستند على تيست، مش فحوصات مثل ما بنشوفهم بالمدرسة، بس أكتيفيتي مثل لعب، أكتيفيتي لوديك، قصص حلوة للولد. منكون عم نقيم بطريقة سيانتيفيك علمية القدرات الموجودة. يعني هيدا هو التشخيص اللي بتعتمدوه 100%. ما منحط دياغنوستيك انه هيدا الولد ADHD او هيدا الولد أوتيست، لا. منكون عم نحط قدراته، يعني عنده هيدا الولد منكون عم نشوف القدرات الذهنية او الفكرية، الانتباه النظري، الانتباه السمعي، انتباه على المدى الطويل، يعني قدرة الولد قادر يركز على وقت طويل، الحفظ، الحفظ البصري والسمعي كمان، قدرة الولد انه يضبط حاله ما يتسرع، وكمان التخطيط والمرونة الذهنية. ها بالقدرات الفكرية هو منشوفهم بالتقييم، منشوف بالتقييم كمان كل شيء إدراك زماني ومكاني عند الولد، كمان معرفة الولد لأجزاء جسمه، صورة جسمه، كيف هو بشوف حاله، صورة جسمه بال يعني إذا بدك بناء الشخصية أكتر. كمان منشوف القدرات الحركية، قدرات الحركية الكبيرة اللي هي الجراند موتريسيتي من إلا التوازن الثابت والديناميك، والقدرات الحركية الدقيقة اللي هي الموتريسيتي فين والدكستريتي مانويل، يعني الحركة الدقيقة مع السرعة. ومنشوف كمان الكتابة، الكتابة يعني مش الأورتوغراف والجرامير ومعرفة الأحرف، هو شغل الأورتوفونيست. نحنا كاليتي الخط، إذا الخط واضح،
إذا الولد عم يقدر يكتب بسرعة مناسبة لعمره، عم بيلحق يكتب بالصف، كيف بيمسك القلم، كيف بيقعد على الكرسي قدام الطاولة، بحط الورقة، إجري على الأرض. دونك هول القصص هيك على السريع منشوفهم بالتقييم. يعني أنتوا اليوم ابتداء من أي عمر بتقدروا تبلشوا تتدخلوا وتتابعوا هاي حالة هالولاد؟ تقريبا من الأشهر، يعني لأنه نحنا بيتعدد الأهداف اللي منشتغلها مع الولد. فمن عمر صغير منكون عم نشوف كل شيء خصو بالتواصل، كل شيء خصو كمان بالشم نوروموتور، قدرة الولد على الحركة، يبرم من ظهره لبطنه، يمسك القصص، يطلع فينا، يلحق بنظره شيء معين. هول عم نحكي بالأشهر، يدبدب، يمشي، يقف وعم يتهدى بطولة أو بلا ما يتهدى، بعمر أكبر بالروضة مسكة القلم، بلش على أنه كتابة الأحرف، عمر أكبر كمان تركيز. يعني مع كل عمر منكون عم أكتر نركز على أهداف معينة. وكنت عم بتقلي لي من شوي على قدي فترة الترابية. من بعد هيدا التقييم اللي منعمله قد ما كان عمر الولد بالأشهر لعمر كبير بالدراسة، منكون عم نشتغل مرة أو مرتين بالجمعة مع الولد، وبتكون عم تمتد ترابي مينيموم على 6 أشهر. ما في شيء أقل، يعني منقول أقل ما بتعطي نتائج أقل من 6 أشهر. إيه يعني 6 أشهر منقوله للأهل بلوز وموا، في منهم بيكونوا أكتر شوي، في منهم بيكون عن جد التراجع طويل، وفي منهم لا عن جد منلاقي تقدم سريع حسب الصعوبات. قديه ممكن يطول؟ قديه ممكن يطول؟ هون حسب الصعوبات. يعني نحن إذا عم نحكي بتروبل، يعني عند ولد حطت له عنده صعوبة تعلمية، دونك هون يمكن تكون الترابي مرفقته عطول طول التراجع إدوكاتيف بالمدرسة. وفي ولاد لا، يعني منشتغل 6 أشهر سنة ومنكون عم نخلص. نعم، ذكرت أنه ممكن ترافق على طول الفترة الدراسية. صح. نحن اليوم منقول أنهى دراسته بده يرجع يندمج بحياته الاجتماعية، ممكن من بعدها خلص يتحرر من كل شيء ويكون إنسان مثله مثل كل الناس اللي حواليه؟ أكيد. هلا أكيد مثل ما قلت لك، حسب الكا، حسب كل ولد، حسب قديه مشغول معه من أي عمر. لأنه الولد كل ما كان هو صغير ونشغل معه بكير، كل ما نحن حنلاقي تقدم أسرع، لأنه سيرفو بيكون هو صغير، الولد عنده بنمو الدماغ بيكون بعد عم بينمى، كل ما عم نعطيه كل ما عم بينمى بطريقة أحسن. أنا بقوله للأهل it's never too late، يعني لو نحن بلشنا ترابي مؤخر ما بيأثر، رح نلاقي نتيجة. بس أكيد كل ما كان الولد أصغر وبلشنا شغل معه كل ما كان أحسن، كل ما نلاقي نتائج أحسن على كبير. يعني دايما التدخل المبكر بيجنبنا الوصول للأسوأ فيما بعد. قدي هالأشخاص ممكن مثل ما حكينا عن الدمج، قضية الدمج بتكون سهلة عليهم إذا متابعين ومنعرف قدي ممكن يتعرضوا للتجريح وللإساءات من قبل الآخرين اللي بيعتبروا حالهم هني أصحاء وما بهون شيء. صح. هلا قصة الانزعاج والبولينج اللي عم نشوفها بالمدارس هي عم بتصير بين كل الولاد وشو ما كان الكا. بس أكيد تقبل الولد للولد الآخر اللي بحسه شوي مغير عنه، إذا بدنا نقول شكليا بعد ما يعني ما نعرف ضمنيا شو بغير عنه، بيأثر بين الولاد ببعض. هلا بالمدارس عم يشتغلوا، إن كان مدارس خاصة أو رسمية، على برنامج الدمج، وخاصة بحملات التوعية اللي عم بتصير عند الولاد، إنه نكون نحنا كلنا مثل بعض، يتقبلوا بعض أكتر. لأنه يعني نجرب نضوي عند الولاد إنه مثلاً أنا عندي صعوبة هون، بس مثلاً أنا ما بقدر ركز. بس في كتير ولاد يمكن مثلاً ما بيقدروا، ما بعرف، حيالله شيء يعني يكون منه ما قاله معنا، مثلاً ما بيقدر يغني. دونك يعني مش كلنا بنقدر نعمل كل شيء، هيدا المنجرب نركز عند الولد ونلاقي نقاط القوة عنده. نعم. نجرب نضوي قديه تقدم الولد، هيدا الشيء بيعطيه ثقة بحاله. حكينا عن الدمج وعن حملات التوعية حول هالموضوع، بس قديش في آلية عمل فعلية لتقدري عن جد تدمجي هالولاد بالبيئة ككل وتكون هي حاضنة ومؤهلة ليكونوا موجودين فيها؟
هي يعني هي الدمج بالمجتمع غير انه بس بالمدارس. نعم، لانه يعني شغله بتختلف. صح صح، يعني اذا كانت كتير شغله ظاهره انه هذا الولد عنده صعوبه بالمجتمع، بالمطاعم، بالشارع، يعني ببين وبنظرات المجتمع بتأثر. هالي بروسيدور عم ينشغل عليها من زمان، وبعد بتخيل بدها كتير شغل. بس انه ما نوقف، يعني لانه بحاجة انه نكون عن جد نكون عم نبين انه نحن كلنا نفرق عن بعض. مش يعني انا اذا ما عندي صعوبة انا ما بختلف عن غيري او انا احسن من غيري. يعني الصعوبة اليوم أكيد بتختلف بدرجاتها. صح. وممكن نوصل لحد التوحد، ممكن يكون عنا تأخر بالنمو، ممكن يكون عنا مشاكل أخرى. كيف بتتصنف ومين بيصنفها؟ الأطباء اليوم، الجهاز الطبي اللي مرافق لعملكم؟ صح صح 100%. هلأ حسب شو الكا، ونحن منكون عم نركز مع الأهل بالأنترتيان أول شيء، بالمقابلة مع الأهل، إذا على فترة الولادة، إذا حبل كان في ستريس بالولادة، إذا كان على شهر التاسع صار في كومبليكاسيون، صار في نقص أكسجين، بعدين بفترة الطفولة والنمو وتأخر معين، أول ما مشى الولد، أول ما حكي، كل شيء خاصه بالتواصل، هولي مثل قصص بتبين أو بتساعدنا. عادة نحن كمعالجين بيجي لعنا الولد، منفضل نكون عم نعمل إليميناسيون أو نشيل أو نتأكد إذا في شيء خصو طبي، وناخد رأي طبي. ساعتها منحول عند طبيب المختص حسب الحالة تبع الولد، وميكون عم نعمل فحوصات معينة ونتأكد أكيد إذا النظر منيح، السمع منيح عند الولد، لأنه في كتير أولاد ما بيكونوا عم يقشعوا منيح ونحن مش عارفين هذا الشيء، وعم بشكل عندهم يمكن فرط بالحركة. نحن مش يعني هذا الشيء هو عنده ADHD، الولد ما عم يقشع منيح، عم بيخلص عم بيضيق خلقه مثل ما بيقول، فنكون عم نتأكد من كل المعطيات قبل ما يحط الحكيم الدياغنوستيك أو التشخيص المعين. الوقت شرف على النهاية روكسان، يعني مرق كتير بسرعة وأخذنا كل هالمعلومات المفيدة. بدنا نشكرك على حضورك. بعد في شيء حابة تضيفي قبل ما نختم نحن وياك؟ شيء ما حكينا عنه كنت حابة تضوي عليه؟ بالمبدأ لا، بالمبدأ هيدا عملنا جولتنا. ايه 100%. ولا يتواصلوا معكم، يعني كيف بيكون التواصل اليوم مع أشخاص بيشتغلوا بهذا الحقل؟ نعم، هلأ نحن منشتغل أكيد كل المعالجين بيكونوا عم يشتغلوا يا بسنترات مختصة أو بكلينيك أو بمستوصفات. أنا حيالة استشارة أكيد فيهم يكونوا عم يتصلوا بالكلينيك اللي عم بشتغل فيها، هي بالزوق سنتر فورت لايف. نحن بدنا نتمنى لك كل التوفيق ونشكرك روكسان شبير الاختصاصية بالعلاج النفسي الحركي. يعطيك ألف عافية. وشكرا لحضورك من جديد. فاصل أحبائنا ومنتابعنا، نحن وياكم بتاني فقرة من فقرات برنامجنا رح بيكون معنا اتصال مباشر مع الخوري تانيوس خليل عميد كلية العلوم الدينية واللاهوتية بجامعة الحكمة، تنحكي نحن وياه عن لقاء بيحمل عنوان بفصحك نفرح ونحتفل. فاصل ومنتابع.